بالرباط عقد وزير الفلاحة والصيد البحري اجتماعا مع رؤساء الغرف الفلاحية بالمغرب بهدف تقييم حصيلة الموسم الفلاحي الحالي الذي تميز بشح التساقطات المطرية، مما استدعى إطلاق برنامج لمواكبة العالم القروي. اللقاء شدد على دور الغرف الفلاحية في تأطير الفلاحين ودعمهم لتجاوز خسائر السنة الفلاحية الحالية. جامعة الغرف ومع الغرف الفلاحية اللي هما عندهم واحد دور كبير في تأطير الفلاحين، وعندهم دور كبير كذلك في تنزيل إلى أرض الواقع، يعني الاستراتيجية ديال المخطط المغرب الأخضر. وحنا في واحد السنة اللي هي كانت سنة صعبة في البداية بقلة الأمطار، وكان واحد ديفيسيت اللي هو كبير، ولكن الحمد لله الأمور كتحسن نوعا ما، كتحسن بشوية بشوية.